مرحبا واضح، أنا اسمي صائب الهاني، عمري 11 سنة وأنا كيك بوكسينج وورلد شامبيون. أنا اشتغلت على حالي كتير وتعبت، وكان هدفي أول شيء إنه أرفع اسم لبنان والعلم اللبناني والدول العربية، ولأنه رحنا بحاجة لأبطال بالرياضة، وبدي أتشكر كل الناس اللي حبوني وشجعوني. صار لي لهلا 7 years عم بتمرن 5 days per week نون ستوب وهارد تريننج، وكتير تعبت كرمال أوصل لبطولة العالم. وانا كنت كثير يعني I was suffering from pain، بس the pain that I suffered today it was the thing that I gained tomorrow. فانا كنت متوقع اربح بطولة العالم، وانا كثير مبسوط، وكمان انه صرت رول موديل لكثير من الاولاد. هلو واضح، انا اسمي مالك الهاني، عمري 7 سنين ونص، بحت باللبنانيز تشامبيونشيب وورلد تشامبيونشيب باستريا، وطلع لي جولد ميدل. ماي فاميلي بحبهم اكثر شيء وبسمع كلمتهم دائما، وهن بيساعدوني كثير لانه بيشجعوني بيعطوني الويل كمان والكوريج انه انجح بهالرياضه وكون شاطر فيها، وهن ماي نمبر 1 فانز اكيد وانا بحبهم كمان. صراحه نحن انا ومدامتي تعبنا كثير، نحن جيل الحرب، ما اهتموا فينا اهلنا بظل هالحروب، فنحن ارتقينا انه نعطي كل وقتنا وكل طاقتنا حتى نساعد اولادنا ليطلعوا يضووا اسم لبنان بالخارج، وكمان يحافظوا على رشاقتهم ويكونوا ابطال كمان بلبنان وبرات لبنان. انا للفيوتشر بدي كمل بهالرياضه وخليها تكون هوبي عندي، وضل عم بشتغل على حالي كرمال بعدين اصير بروفيشنال فايتر، وكمان بدي اكون دكتور عشان بحب ساعد العالم، ما بحب اشوفهم زعلانين وتعبانين، بحبهم اشوف الهيلث تاعتهم باكسلنت. انا بنصح كل الناس اللي بعمري انه يمارسوا اي رياضه بيحبوها، ما ضروري تكون الكيك بوكسينج، اذا ما بيحبوها شاركوا بحيلا رياضه اللي بفضلوها، لانه هي كتير بتساعد الجسم وما بتخلي واحد يكون ليزي، بتخلي حدا يعني يكون انرجيتك. بالاراده وبالاصرار بيقدر الواحد يوصل اولاده لاعلى مراكز بالبطوله وباي محل باي فيلد.